حنان تعال بجد اقول لك حاجه، تعال اقول لك حاجه. في ايه؟ تعالي اقول لك حاجه. مش حلوه يعني؟ وحاجه مش حلوه بعد ايه؟ طب ما تيجي وتشوفي ايه اللي انا عايز اقوله. طيب قولي قولي انا سامعاك. طب ما تقول في ايه؟ مين؟ ماجدة؟ ماشي. مرنك على حمائي ديل؟ مرني على ماجدة ومرنك على حمائي ديل؟ يلا. أنا خش نسمع ماجدة عشان نظبطها. حتى لو أول حاجة كده بس عشان نقول. نحفظ بس، مش نغني، نحفظ، نحفظ اللحن. أنت إيه اللي بوظه كده؟ مرسي حنان. لا انا لا لا خلاص خلاص، كان مش معايا عشان لو كلمت معايا هضربك. ايه لو كلمت معايا هضربك؟ هو ما اضربك انا ليه هضربك يا عباس؟ ايه هضربك انا بقى؟ والله بهزر معاك، والله بهزر معاك يا عباس. عباس لا بجد. انا مش قلت لك قومي هنا تعالي هنا؟ انا اسف مره ثانيه. ايه طب قولي عايز ايه بقى ثانيه؟ في ايه؟ تعال اقعد هنا، اقعد هنا. عادي رافائيل زعلان مني صحيح. زعلان مني؟ اه جدا، وكنا لسه بنحكي في الموضوع ده. طب ما يولع. ايه يولع؟ شو يولع يعني؟ يعني اخبط دماغك في اخبط دماغك في الحيطه. بس انا قلت لك هلا انه انا زعلان منك. قلت لك خليها تقوم تبرم بعد مره انه انا بنكذا، انت بتحلف وانا بنكذا. ها لا ما انت ما قلتليش طبعا انك زعلان مني. ما بتهتمش بالكلام ده اصلا. اه اصلا يعني مش لا ده هو كلام بس انا كده فاهم بقوله يعني كلام كده يعني. لكن انا فعلا كنت عايز تقومي تلفي لفتين كده بس. قومي لفي لفتين. لا مش هلف. لا بجد هتخسي شويه. لا مش محتاجه. مين انا؟ باين عليك. اه انا راضيه بنفسي جدا تحت يعني الحمد لله. بتشوفها تحت وهي ماشيه على الكاميرا. باين عليك. لا على فكره انا والله عارف لما عملنا اللي اسمه ايه ده مين فضل للاخر؟ ما تقولي بقى. انت اللي كسبتي اصلا. مش انا اللي كسبت يعني. علي انا من الاربعه الاوائل فاهم انت يعني. من الاربعه الاوائل. اول اربعه نزلوا. اه اسفه ما سمعتش. اول اربعه نزلوا. طب والله العظيم انا اللي يعني انا بعدين رفيال بعدين فتن بعدين. انت ليه متخيله ان احنا كنا بنعمله ده؟ انت تبقى قاعده على ركبك وحاطه ايدك ده يبقى انت كانت زينا. ايه ايه لا بجد قاعده على ركبي. انا والله كنت عاملاها صح بجد والله العظيم. بسم الله ما شاء الله عليك. لا يبقى خليكي قاعده ما تقوميش تلفي بقى. ميرسي قوي. لا انت كده مش محتاجه. ربنا يخليك. معلش بقى يا رفيق. هلا شو بداوم صوتي ده حنان صوته. يا جماعه انتوا حنان مش فارقه صح؟ ولا انتوا فارقين معايا؟ انت وهو انتوا الاثنين. خلاص بقى ما تعرفنيش بقى حبيب عمري. ما تعرفنيش بقى عمري يا عمري مش خسارة فيك. بس ما هو حلوة ما هو حلوة. طيب عندك نسبة 50% مني ونسبة 50% تنقفش. اطلع بره خالص من غير نومني حتى. احنا مش احنا قلنا ممنوع الوشوشة؟